لو الحكاية فيها إن فيتو الدستور الجديد إن الصحافة مش هتاخد دعم للنظام. ما هو يعني أنا هقول لكم على حاجة، يعني لما اتعمل المجلس الأعلى للصحافة واتحط الأستاذ جلال عارف واتحط الأستاذ صلاح عيسى واتحط الأستاذ زياء رشوان والأستاذ أسامة سلامة وكلهم لهم التقدير، يعني أصدقاء أعزاء ومحترمين وأعرفهم كويس جدا لسنوات طويلة، لما جم يعملوا تغييرات صحفية ويجيبوا رؤساء تحرير جابوها ازاي بطريقة صفوات الشريف. عايزك تعلق على بالاختيارات. ياسر رئيس وزارة الأخبار وأصغر يعني أساسيين. لا ياسر استثناء، أقدر أتكلم عن ياسر كتير، لكن هم لما جم هو جابوه رئيس مجلس إدارة علشان يعود لمؤسسة الأخبار، لأنه ياسر استثناء في كل دول. ياسر رزق أنا بعتبره حالة استثنائية. أفضل اختارت ياسر رزق طبعا بالتأكيد، يعني وياسر حالة خاصة جدا. الأهرام اللي اختارك العجل. فهم راحوا قال لك إيه، قدم طلبات وجابوها بالواسطة. أنا لا أتخيل مجلس أعلى للصحافة يحط سي في للناس الكبار اللي موجودين في الأهرام، لا يمكن أتخيل إنه يتجاوزني، مستحيل مستحيل، لأن لا يوجد في مؤسسة الأهرام واحد مؤسسا قدمت السي في. لا انا ارفض ده، لا مع الاخوان ولا مع دلوقتي ولا مع اللي جاي. حضرتك اسئلتك مطروحه. انا اختار الاستاذ هيكل قعدت مؤسسه الاهرام تتفاوض معايا من 55 ل 57 سنتين بيتحايلوا عليه والنبي تيجي تشتغل، فكان بيحط شروطه. فانا دلوقتي لما اجي ابقى رئيس تحرير مش هاختار مش هزغرد، انا هحط شروطي. صح. انا هقول انا مطلوب 1 2 3 4 5، لان انتوا طالبين مني 1 2 3 4 5 عشان احققهم يبقى لازم تدوني ده. فبالتالي انا اما باجي اقول كده مش غرور، لا احترام للنفس، لاني مفيش كتير برضو. لا غير الاسم، يعني مفيش واحد، يعني برضو عشان الشباب يعرفوا، انا مؤسسا من اندر زيرو الاهرام الرياضي ومدير تحريرها، بعد كده مؤسسا من اندر زيرو الاهرام المسائي وسكرتير تحرير تنفيذي واول رئيس قسم رياضي فيها، مؤسسا من اندر زيرو الاهرام العربي من اندر زيرو ومدير تحريرها، عضو في الديسك المركزي من 15 سنه، خدت كل المواقع واسست مكتب للاهرام في الجزائر ونجح اقتصاديا وتحريريا وقعدت ضعف المده اللي كنت مفروض اقعد فيها. لو جيت ترجع لتاريخي قبل كده بقى كمان هتلاقيني مؤسس 6 7 صحف. انا اتحدى واحد موجود ويدي من رؤساء تحرير الصحف المصريه لهذه التجارب، اضافه الى ان انا اشرف ان في على الاقل 70 واحد بيشرفوني انه بيقولوا اتعلمنا على ايديه، منهم رؤساء تحرير دلوقتي متميزين جدا، منهم مجدي الجلاد وهو بيحكي وبيشرفني في ده، خالد صلاح وهو بيحكي، ياسر ايوب، خالد توحيد، عزت النجار، محمد سيف، ناس كتير. لا سيف كان زميلي واستاذ كبير، يعني سيف دفعتي جاي من اخر ساعه، لكن ما هوش، لا سيف استاذ كبير، لكن انا بتكلم على الاجيال اللي بعد مني اللي اتقدمت، اضافه الى اني حتى في تجربتي في الجزائر مشيت من الجزائر وانا سايب 11 رئيس تحرير حاليا رؤساء تحرير ووسيله علمي على شاشه قناه الجزيره، بدات اتعلمت معايا واشتغلت معايا 3 سنوات وبعدين جت لمصر واشتغلت هنا وبعدين انتقلت الى الجزيره. فانا اتحدى بقى واحد يقول لي ان في من جيلي انا حد طلع الناس دي وحد عمل في المطبوعات ديت بالشكل ده، اضافه الى الصحف الخارجيه ايضا، مؤسسا للرياضيه السعوديه، مؤسسا لعالم الرياضه السعوديه، مؤسسا للفرسان كانت بتطلع من باريس، عملت تقريبا في كل المكاتب العربيه، اضافه الى ان لا يوجد واحد كمان من رؤساء التحرير ليه خبره في الصحافه الاقليميه. انا اشتغلت في صحافه اقليميه واقمت في طنطا في جريده الناس لمده 6 شهور، يعني انا صحفي زي ما بيقولوا ايه، وخريج اعلام صحافه، يعني انا كمان سياسه كمان وخريج اعلام صحافه واشتغلت كل الوان العمل الصحفي. لما يجي مجلس اعلى للصحافه يحط السي في بتاعي هو من نفسه لو هو فايق لو عايز المهنه يعني، ويحط اي زميل، مع احترامي عبد الهادي شخص كفء ومحترم جدا، محمد عباد رئيس تحرير، لكن لو حطيت السي في هو نفسه كاتب عني ان انا اديته فرصته على صفحات الاهرام، يعني ليه تجربه مهنيه معايا كان محبطا لما راح قابل الاستاذ نجيب محفوظ في يوم ما حصل على نوبل وراح يدي الشغل للاهرام، فالاهرام قالوا له مش عايزينه متشكرين جدا، فابراهيم حجازي قابله قال له روح لناصر القفاص في الرياضية، قعدت وقفلت عليه الباب وقعدت واجيب له بيتزا ومش عارف ايه وحاجات زي كده ونراجع الشغل، تاني يوم مطلع صفحتين راح الدوام للاهرام لطم على وشه. يعني اضافة الى اني مثلا اما ابقى كمان من مؤسسي الدستور كصحافة خاصة، اما ابقى انا كاتب في الصحف الخاصة لكن الاهرام ما يدورش عليا،
يعني ما يقوليش تعال اكتب يعني، عايزين نتحايل عليهم. اقول لهم والنبي اكتب ليه ربنا، انا ما بتحايلش، متشكرين مش عايز يعني. يبقى خرسان ليه كل ده اللي وداني بقى اللي حضرتك السؤال طرحته، اللي وداني التلفزيون ده. عشان عاجبك الجول فانت؟ لا يعني لازم اشوف سبيل اخر يعني. انا ما اقعدش اشتكي ان رئيس التحرير ما بينشرليش، انا هخلي رئيس التحرير ينشر لي يعني، انا اسف، ويحترمني رغما عن انفه. ازاي؟ مره نبيل اباظه كان مدير تحرير جريده مايو، وانا من مؤسسي مايو ايضا يعني، يعني واشتغلت في المسا واشتغلت في الجمهوريه، انا يعني ما بقولش كتير يعني، عندي تجارب كتير. فقال لي انا مش هوري لك اسمك في الجورنال. قلت له هفرجه لك في البوتاجاز وهفرجه لك في الثلاجه، وانا هعرف ازاي؟ كنت صغير. فروحت فرجت اسمي في البوتاجاز، كنت بروح اخبط على المكاتب العربيه عشان ادي شغلي ويتنشر. فابراهيم ساده وهو بيفتح فيلاقي القبس فيها شغل ليا، والاتحاد الاماراتيه فيها شغل ليا، ويلاقي جريده الاحرار فيها شغل ليا، ويلاقي الوفد فيها شغل ليا. كنت بعمله ببلاش. مش انت قلت لي انا مش هوري لك اسمك في الجورنال، انا هوريه لك في البوتاجاز. فبعد ما وريته في البوتاجاز رجعوا صلحوني وبتاع ومش عارف ايه وكفؤوني وحاجات كده يعني. يعني هي دي المهنه. رساله لاي صاحب محبط ولا حاجه ان الرئيس عايز يتقاضى او ايش يجي تقاضى في مجال؟ لا بالعكس، انا بعتبر ان لو في حد تربص بيا يعني. انا في سنه 76 الاستاذ فاروق فهمي قال لي عمرك ما هتبقى صحفي. قلت له انا هبقى احسن صحفي في مصر وهفرجك. انا ما بقتش احسن صحفي في مصر طبعا يعني، ما بقتش يعني، لا بقيت صحفي من المصحفيين كويسين. فقلت له انا هفرجك، قلتها كده. لكن كان عندي الاراده كده، وكنت سعيد جدا يوم ما كنا موجودين يوم 25 ابريل 1981 ولا 82 اللي هو رفع العلم في جنوب سيناء، كنا في شرم الشيخ ووفد كبير جاي هناك، وانا كنت رايح داخل قبلها بست ايام. فلقيت فاروق فهمي، قلت له ايه رايك بقى انا بقيت صحفي كبير ولا لا؟ فبسني وبتاع مش عارف ايه. قلت له انت الرئيس واحتراماتي وتقديري، تقديري لكل واحد حتى اللي ضغط عليا يعني. يعني 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 في ناس ضغطت عليا علمتني، انا ما علمنيش اللي طبطبوا عليا، انا علمني اللي ضغطوا عليا. بس مش يضغط عليا علشان يبتزني في حاجه يعني، عشان يوظفني يخليني اجيب له شقه مثلا، لا ده حقير وبشطبه من حياتي خالص يعني. اصل خدت او يضغط على بنت مثلا عشان يعمل معاها علاقه او حاجه زي كده. بنتي طبعا اكبر منكم كلكم، وانا بقول لها هذا الكلام من وهي صغيره يعني. لان دايما لما باجي اقابل حد من الشباب اقول له ايه؟ اقول له انا عندي خبره تساوي الماس، سواء بنت او ولد. طب انت عندك ايه تدهولي؟ انا لو اديتك الالماس دي انت هتديني ايه؟ فالناس بترتبك يعني. فانا اقول له انا طالب حاجه واحده. طبعا البنات بيتكسفوا، اقول لهم انا مش بتكلم في حاجه، انا بتكلم في انت لازم تديني حاجه عشان اديك انا كمان الالماس دي. انت تديني حيويه يعني، انا طول ما انت في حاله حيويه فبتخليني شاب تقريبا يعني. انا عمري 56 سنه فما زلت بعمل بروح المحرر تحت التمرين، ما زلت احس ان انا ما عملتش حاجه خالص، لسه عايز اعمل حاجات كتير قوي رغم كل التجارب دي. ليه؟ لان انا حابب، انا هاوي، انا مش محترف. انا بقبض كتير كمحترف، بس انا وصلت ده انا عارف ازاي. فمش هقعد في بيتنا وانا اطلب، لا اطلب يعني. الحمد لله في شغلي دائما انا لا اطلب. ويمكن انت متابع بقى في القنوات الفضائيه عارف، واعتذر كثيرا، وانت يمكن مجرب يا ايمن وشوف يعني، ان عندما اطلب في برنامج لازم ادقق مين المذيع ومين الموضوع وايه، ولا ده الصبح مش هقدر، وبالله معلش الاسبوع ده مزاجي مش حلو يعني كده يعني. يعني حتى كضيف، ولما بروح اشتغل اشتغل بشروطي، مش بشروطي افرضها على الناس. اقول انا اتجاهي 1 2 3 4، واحب اشتغل في الاطار 1 2 3 4. فيقولوا لي اتفضل، اهلا وسهلا. مش اتفضل، بقعد في البيت. وقعدت كتير في البيت طبعا على مدى 38 سنه، على الاقل 10 12 سنه لو شفناهم يعني، هنلاقي 10 12 سنه انا قاعدهم في البيت. ورغم ذلك ما تبقى انجز كتير جدا، لان انا بعمل وانا